4 ناقص 4x زائد 1. الوغ بغاونا عطاونا المجال هو 1 زائد ما لا نهايه، وبغاونا نحددو f موانز 1 من هذا المجال، يعني الدالة العكسية اللي كتنطلق من المجال اي نحو مجال جي يجب تحديده. دونك كيما درنا غادي نحددو اولا المجال جي هو الاول. عاد نشوفو الدالة العكسية، دونك نكتبو الدالة اف لي اكس يساوي جوج اكس مربع ناقص ربع اكس زائد واحد، بحيث المجال اي هو المجال ناقص واحد زائد ما لا نهاية. دونك اولا نحددو الصورة ديال هاد المجال، دونك جوج اكس مربع ناقص ربع اكس زائد واحد. اوكي هادي مزيانة. اولا اللي نحدد صورة المجال واحد زائد ما لا نهاية. الوغ نحسبو الصورة ديال العدد واحد، صورة العدد واحد غنعوض هنا، غادي تعطينا جوج في واحد أس اثنان ناقص ربعة في واحد زائد واحد. واحد أس اثنان هو واحد، واحد في جوج هو جوج، ناقص ربعة زائد واحد. واحد زائد جوج ثلاثة، ثلاثة ناقص ربعة هي ثلاثة ناقص ربعة هي ناقص واحد. إذن الصورة ديال واحد هي ناقص واحد. بقات لنا الصورة ديال زائد ما لا نهاية، هادي ما غاديش نكتبوها بحال هكا اف ديال زائد ما لا نهاية شحال، لا، ولكن غادي خصنا نحسبو نهاية. هادي النقطة الأولى. النقطة الثانية ليميت ديال اف لي اكس عندما يؤول اكس إلى زائد ما لا نهاية هي النهاية في زائد ما لا نهاية ديال جوج إكس أس اثنان ناقص ربع إكس زائد واحد. إلا عوضنا مباشرة هنا جوج في زائد ما لا نهاية غادي تعطينا زائد ما لا نهاية، ناقص ربعة في زائد ما لا نهاية غادي تعطينا ناقص ما لا نهاية. إذن هو شكل غير محدد. شنو غادي نديرو؟ غادي نعملو بأكبر أس لأنها حدودية والنهاية في زائد ما لا نهاية. أكبر أس هو إكس أس اثنان، غادي تبقى لينا جوج ناقص أربعة إكس، هادي مفيهاش إكس أس اثنان دونك خصنا نقسمو عليها، زائد واحد على إكس أس اثنان. هنا عندنا اختزال إكس مع الأس اثنان غيبقى فقط ربعة على إكس، دونك النهاية هي إكس زائد ما لا نهاية ديال إكس أس اثنان في جوج ناقص أربعة على إكس زائد واحد على إكس أس اثنان. ألوغ هنا عندنا إلا عوضنا غتعطينا ربعة على زائد ما لا نهاية، ربعة على زائد ما لا نهاية كتمشي لصفر، واحد على زائد ما لا نهاية حتى هي غادي تمشي لصفر. شنو غادي يبقى لينا؟ زائد ما لا نهاية أس اثنان هي زائد ما لا نهاية في جوج زائد صفر، يعني زائد ما لا نهاية. إذن الصورة ديال واحد هي ناقص واحد، الصورة ديال زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. إذن صورة المجال واحد زائد ما لا نهاية هي المجال
ليكيب دا من ناقص واحد وكيمشي لزائد ما لا نهاية. ناقص واحد زائد ما لا نهاية يعني المجال جي اللي قالوا لنا القاو هو المجال ناقص واحد زائد ما لا نهاية. نكملوا الخدمة ديالنا. دابا لقينا جي ونحاولوا دابا نخرجوا الدالة العكسية ديال اف. نذكر هنا حساب الدالة العكسية يعني تحديد ديالها. Alors, لدينا الدالة F كتبدأ من 1 زائد ما لا نهاية نحو المجال دونك الصورة ديال 1 زائد ما لا نهاية ناقص 1 زائد ما لا نهاية بحيث F لي X يساوي جوج x مربع ناقص 4x زائد 1. دونك نفس الفكرة اللي درنا في التمرين السابق نأخذ x كينتمي لمجموعة الانطلاق نأخذ y كينتمي إلى مجموعة الوصول بحيث f لي x يساوي y. دونك ناخذ x ينتمي الى مجموعه الانطلاق اللي هي 1 زائد ما لا نهايه و ناخذ y ينتمي الى المجال ناقص 1 زائد ما لا نهايه بحيث f لي x كيساوي y. غنعوضو f لي x بهاد الكتابة هي جوج x مربع ناقص 4x زائد 1 يساوي y. وقلنا ان الهدف ديالنا اننا نوصلو بحيث نكتبو x بدلالة y. الوغ ندوزو دابا y الجهة الاخرى جوج x مربع ناقص 4x زائد 1 ناقص y يساوي 0. ولات عندنا الا اعتبرنا هذا 1 ناقص y هو عدد ثابت ولات عندنا حدوديه من الدرجه الثانيه x مربع زائد bx زائد c يساوي 0. دونك غادي نحسبوا ليها دلتا. بحيث طريقة الحالة A هو جوج A هو جوج B هو ناقص 4 و C هو 1 ناقص Y. دونك B كاري ناقص 4 AC B هو ناقص 4 alors ناقص 4 أس 2 ناقص 4 في ناقص 4 في A في C. A هي جوج و C هي 1 ناقص Y. ناقص 4 أس 2 هي 16 ناقص 4 في جوج هي ناقص 8 في 1 ناقص Y. نشروها غتعطينا 16 ناقص 8 في 1 هي ناقص 8 ناقص 8 في ناقص y هي زائد 8 y. 16 ناقص 8 هي 8 دونك بقات لنا 8 زائد 8 y وهذه هي دلتا. انا غنعاود نكتبها هنا دلتا هي 8 زائد 8 y. السؤال اللي كيتطرح هو ما هي إشارة دلتا هنا في هاد إيكغ؟ أشنو كنعرفو على إيكغ؟
y كنعرفو المجال لين كتنتمي y ينتمي الى ناقص واحد زائد ما لا نهايه دونك نعلم ان y ينتمي الى المجال ناقص واحد زائد ما لا نهايه إذن y اكبر من او لا اكبر قطعا من ناقص واحد نحاول نأطرو هاد الدلتا نضربوه في 8 ونزيدو 8 كيعني ان 8 y اكبر قطعا من ناقص 8 نزيدو عليهم بجوجهم 8 دونك 8 y زائد 8 اكبر قطعا من ناقص 8 زائد 8 اللي هي 0 اذا 8 y زائد 8 اكبر قطعا من 0 وهاد 8 y زائد 8 هو دلتا إذن للمعادلة حلان x واحد يساوي ناقص ب ناقص جذر ديال دلتا على جوج أ ب هو ناقص 4 إذن ناقص ب هو 4 ناقص الجذر ديال دلتا دلتا واحد دونك 8 زائد 8 y مقسوم على جوج في أ أ في هذه الحالة هو جوج إذن هي جوج في جوج إذن اش غادي تعطينا غادي تعطينا 4 ناقص الجذر مربع ديال 8 y اولا 8 زائد 8 y كلشي مقسوم على 4 اللي هو x واحد عندنا x جوج هو ناقص ب زائد جذر ديال دلتا على جوج أ إذن هو عندنا هو 4 زائد جذر ديال باردون 8 زائد 8 y على 4 دونك هذا هو x جذر 4 دونك لقينا جوج ديال الحلول x واحد يساوي 4 ناقص جذر مربع 8 زائد 8 y على 4 اولا x جوج كيساوي 4 زائد جذر ديال 8 زائد 8 y على 4 وخاصنا نختاروا واحد فيهم نلقاو الحل اللي فيهم صحيح دونك السؤال اللي غادي نطرح هذا العدد x عرفنا لاش من مجال كينتمي منين بدينا كنحسبو قلنا ناخذ اكس ينتمي الى المجال واحد زائد ما لا نهايه مفتوح اذا السؤال اللي غادي نطرحه هو هل اي واحد من اكس واحد و اكس جوج ينتمي الى المجال واحد زائد ما لا نهايه واحد زائد ما لا نهايه هو واحد المجال في اعداد موجبه الوغ غادي نحاول نبدا بالاكس اللي فيه زائد زائد هنا زائد وهنا زائد الوغ كو هاد الاخر فيه هنا زائد وهنا ناقص يعني بون كنقول اللي فيه زائد زائد هو اللي يقدر يعطينا عدد موجب اسهل دونك غادي ناخذ هاد العدد اكس جوج وغادي نشوف واش كينتمي للمجال واحد زائد ما لا نهايه مفتوح دونك نجي لهنا وندير السؤال هل العدد x جوج يساوي 4 زائد جذر ديال 8 زائد 8 y على جوج لا على 4 على 4 ينتمي الى المجال
اشمن مجال اللي بغيناه؟ واحد زائد ما لا نهاية مفتوح علما ان إيغريك، يعني هاد الإيغريك اللي هنا كنعرفوه ينتمي الى المجال ناقص واحد زائد ما لا نهاية. هذا ناقص واحد زائد ما لا نهاية. هذا السؤال. نبدأ غادي ننطلق من هذه وندير تأطير ديال هذا العدد. لقينا كينتمي الى واحد زائد ما لا نهاية، راه هي هذه الدالة العكسية. ما لقيناش غادي نشوفو اكس واحد. دونك لدينا y ينتمي الى المجال ناقص واحد زائد ما لا نهاية. إذن y أكبر قطعا من ناقص واحد، هنا عندنا مفتوح دونك أكبر قطعا. دونك غادي نحسب 8 y، دونك 8 y أكبر قطعا من ناقص 8، نزيد عليها 8. دونك 8 زائد 8 y أكبر قطعا من 8 ناقص 8 اللي هي صفر. دونك 8 y أكبر قطعا من صفر، نطبق عليها الجذر مربع باش تبان هذه. إذا الجذر مربع ديال 8، الجذر مربع ديال 8 زائد 8 y أكبر من الجذر مربع ديال صفر اللي هو صفر. بقى لينا نزيدو على 4. إذا 4 زائد الجذر مربع ديال 8 زائد 8 y أكبر قطعا، زدت هنا 4 خصني نزيد هنا 4، ثم آخر حاجة نضربه في 1 على 4. هاد المتراجحة في 1 على 4 أشنو غادي تعطينا؟ 4 زائد الجذر مربع ديال 8 زائد 8 y على 4 أكبر قطعا من 4 على 4. 4 على 4 هي 1. إذن أشنو غادي نستنتجو؟ هاد العدد هذا شنو هو؟ هو x جوج. إذن x جوج أكبر قطعا من 1، أي x جوج ينتمي إلى المجال المفتوح أن أكبر قطعا من واحد زائد ما لا نهاية. إذن هذا مزيان، لأن لقينا العدد x جوج هو اللي كينتمي للمجال اللي بغينا. إذن الحل ديال هاد المعادلة اللي حليناها بدلتا هو الحل x جوج. وبما أننا كنعرفوا أن الحل راه وحيد، إذن هاد x واحد خطأ لا يمكن. نقدروا إذا نستنتجوا الدالة العكسية f موانز 1. دونك هنا إذا الدالة العكسية f موانز 1 هي f موانز 1 لx تساوي، غادي ناخدو الكتابة ديال x جوج وبلاصة y غادي نديرو x، غتعطينا 4 زائد جذر مربع ديال 8 زائد 8 x على 4. دونك هذه هي الدالة العكسية. الوغ الدالة f كنعرفو مجموعة التعريف ديالها كتمشي من واحد زائد ما لا نهاية لناقص واحد زائد ما لا نهاية. إذا الدالة العكسية غادي تجي من مجموعة الوصول لمجموعة الانطلاق. دونك غادي
تبدأ من ناقص واحد زائد ما لا نهاية مفتوح نحو المجال واحد زائد ما لا نهاية. و مجموعة التعريف ديالها df موانز هي هذا المجال اللي هو ناقص واحد زائد ما لا نهاية. دونك هو هذا الحل المطلوب والدلالة العكسية المطلوبة.